ترأس قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات الجمعة العظيمة، وذلك بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون بلا حضور شعبي. وكان البابا قد ترأس أمس صلوات خميس العهد بالدير ذاته بمشاركة عدد من رهبان الدير والأساقفة فقط في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي كورونا. ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا مساء غدا السبت قداس عيد القيامة المجيد بدير الأنبا بشوي أيضاً.